نعم سمر، تحية لك ولجميع المشاهدين. اليوم نحن بسوق واقف، هيدا السوق اللي عم يشكل علامة بارزة ونقطة انطلاق الجماهير للتوجه إلى الملاعب للاحتفال بالمنتخبات المشاركة ببطولة كأس آسيا. عم تشوف في هيدا الأثناء جماهير المنتخب السعودي عم تحتفل وعم تتحضر ليوم غد والمواجهة المرتقبة بين المنتخب السعودي والمنتخب العماني. رح نحاول نحكي مع أحد الجماهير بهيدا الأثناء اليوم، يعني خلينا ابو صالح اليوم بكره في مواجهه مرتقبه مع المنتخب العماني، مين بتتوقعوا يربح؟ السعوديه 3-1 باذن الله. نار بكره نار باذن الله. بالاحمر ونسمع السعوديه، الوطن السعوديه الاول، السعوديه هو السعودي، هو السعودي. ايوه عماني وينه؟ سمر، مثل ما ذكرنا الالاف من الجماهير وجماهير المنتخبات عم يستقبلون السوق واقف هون بالدوحه، وعم يكون ملتقى لجميع الجماهير. هذه هي الاجواء، اجواء جدا حماسيه، وايضا بتذكرنا بكاس العالم، وعم نشوف انه الناس عم تجي من مختلف انحاء العالم للمشاركه ولتشجيع منتخباتهم. سمر، هذه هي الاجواء، ورح نكون في مواكبه مستمره ايضا ليوم الاربعاء، حيث سيلتقي منتخبنا الوطني المنتخب اللبناني نظيره الصيني، وايضا رح نكون بمواكبه مستمره لهيدي المباراة، ونتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني. سمر، شكرا لك ديانا على هذه الرسالة. تنظيم جديد يستهدف إسرائيل.